الحجاب ستر البدن وستر مظاهر الزينة التي تكون على البدن عن الرجل الأجنبي. غزارة الحب تكون حجاباً على مستوى اللباس وحجاب النطق وحجاب السلوك العام. هذا المجتمع لابد أن يراجع هذه السياسة. حقيقة المرأة أنها تحب أن تبرز مفاتنها. أنا ما قاعد أقول أنه موجود زوج كأمير المؤمنين، لكن أقول في ناس هدفهم